حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7، وأكيد أمسي بالخير على زميلتي مروة. مساء الورد يا مروة. مساء الورد عليك علي، ومساء الورد عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. أكيد بنتم وياكم تقريبا ساعة ونص على الهواء بإذن الله. نعم ساعة ونص إن شاء الله، وأكيد مواضيع إن شاء الله وايد متنوعة. وإن شاء الله تعجبكم. إيش حالك اليوم علي؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا ما شاء الله النفسية هالأيام حلوة، تعرفين إيجابية طبعا، كلنا إيجابية صح؟ الحمد لله. تعرفين المطر لما ينزل فعلا اكيد يغير نفسيه الواحد. اليومين ما شاء الله ما شاء الله اللي مرن علينا هني في الفجيره، وخاصه المنطقه الشرقيه بشكل عام والدوله بشكل عام، ما شاء الله يعني كانت اجواء رائعه، غيوم وبعدين مطر وبعدين ايضا غيوم. واليوم يعني هاليوم يمكن اليوم وامس شوي الجو مشمس، ولكن لا زال في بروده حلوه فعلا. ممكن ان الواحد يطلع يتمشى ويروح الخير اي مع المطر صح. أكيد. يعني شعرت بان الاجواء فعلا كلها ايجابيه. طبعا والامطار جميلة والاجواء. استغرب يوم حد يقول ان المطر في بعض الأحيان ممكن أنه يدعيهم للتشاؤم، أحسهم ناس سلبيين، أحس أن المطر كله إيجابية. شوفي بعض الناس وأجواء إيجابية. بالضبط، بعض الناس سبحان الله إذا كانوا بروحهم وطاح المطر تختلف مشاعرهم عن إذا كانوا مع مثلا عائلتهم أو مع أصدقائهم. صحيح. الواحد يعني بالذات المواقف الجميلة حلو أنك تشاركها مع يعني تعيشها مع اللي تحبهم. فعلا. مع عائلتك مع أصدقائك، ويعني لما تكون وحيد مثل هذه الأشياء تضايق شوي. فعلا. بعد هذه طبعا الأخبار الجميلة والأجواء الجميلة جات طبعا أخبار رائعة، وهي مبادرة جميلة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة. كلها أيضا إيجابية. بالضبط كلها إيجابية، وهي طبعا الإعلان عجبني أنا مروة، مطلوب صانع أمل. جميل. يعني حلو الإعلام صراحة. وهي مبادرة عربية كبيرة، يعني أكيد أن الواحد يسعى دائما أنه يكون يعني بذرة خير، يحاول أنه يصنع الأمل في الآخرين. فعلا. وأكيد أثرت فيك أنت. أكيد يا مروة. طبعا أيضا تهدف هذه المبادرة عبد العزيز تهدف هذه المبادرة علي لتكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية اللي يسعى أصحابها من خلالها لمساعدة الناس. نعم. دون مقابل. طبعا يعني فعلا نحن شهدنا السنة الماضية مواقف وقصص رائعة، وكان في مشهد رائع ما أنساه، ويعني حتى هذا الموقف دمعة نزلت من عيون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، وهو متأثر جدا بإحدى الأخوات المشاركات وهي تصف تلك الحالة التي عاشتها على النازحين اللي في البحر. والقصة لما كانت تصفها من الجنسية المغربية. نعم. وكانت تصفها وتقول أن يعني هذا الشخص رايح ما يعرف مصيره، يا يموت يا يصل على بر الأمان. وفعلا انا لما اذكر الان مروه يقشعر بدني بصراحه. ولو ما كان موقف مؤثر ما كانت يعني طبعا ما كان صاحب السمو الشيخ محمد تاثر ودمعت عيونه. فعلا. والحين دور الجديده يا مروه. نعم. في بالك افكار ممكن تشاركين فيها؟ يمكن انت بعد بحاول احط. نعم. افكار علشان نشارك اكيد في هذه الدوره الجديده لهذا العام. اعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحث عن صناع الامل في عالمنا العربي، ودون سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر مطلوب للعمل معنا صناع أمل في عالمنا العربي نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس. نعم. نريد قصصهم لتكريمهم وعلشان يكونوا قدوات لغيرهم. أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الإنساني. نعم. أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير. نعم. والأمل. صحيح يا مروة. وأيضا تابع سموه قائلا كل واحد منا فيه بذرة خير، وكل واحد فينا قادر على العطاء، وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه، والنهر يبدأ بقطرات. وطبعا استئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات، وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة، ونحن بحاجة لكل قصة طبعا أمل وصناعة أكيد الأمل. الآن الإمارات أيضا معروفة بهذا الشيء أنها هي صانعة وحاضنة لكل مبادرة تسهم في إعلاء قيم الإنسانية. نعم. الحين بنروح ويا بعض لتقرير، خلونا نشوفه ويا بعض. نشوف. نساء ورجال نذروا حياتهم من
أجل سعادة الآخرين. أريد أوصل فكرة للأطفال إنه هذا البيت بيتهم، وهشام الذهبي مثل أبوهم. التعايش مع الناس والإحساس في ألمهم هو اللي يخلي الإنسان يبدع. بارك الله في أولادكم إن شاء الله. أي واحد عنده نخوة وعنده كرامة مش هيسيب أهله نايمين في الشارع بالمنظر ده، وكل أمنيتهم سرير يناموا عليه. ما أنت واحد من نجم يا ابني. الهدف إنه نحن نحفزهم بواسطة تعليم، عشان التعليم هو أساس نهضة الأمة. جميلة جدا علي، وأيضا بإمكانكم التسجيل لمسابقة صناع الأمر عبر الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم الحين على الشاشة. نعم. www.arabhopemakers.com. كم دبليو قلت؟ أربعة قلتي، نقصوا دبليو واحدة. ما شاء الله كريمة في الدبليوهات. عموما أكيد مثل هذه المبادرة مروة، يمكن بس مجرد تسمعين عنها تبعث 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 فيك الأمل. فعلا ممكن الواحد على فكرة بقدر استطاعته. نعم، كل إنسان ما يقدر يعيش بدون أمل. بالضبط. يعني في أي لحظة يوم تحس أن في أمل في حياتك تنجز أكثر، تعطي أكثر، تكون إنسان قوي وإيجابي أيضا، لأن عندك أمل، عندك شيء هدف أيضا. وأحيانا بعد أيضا اللي حول تحتاجون هذه الطاقة الجميلة. فعلا. صناعة الأمل فيهم، شو الأشياء اللي ممكن تسوينها ممكن تبعث الأمل في اللي حولك مروة؟ أحس أكثر شيء يبعث الأمل الابتسامة. الابتسامة اللي تسوي البوش هذه حق صحيح. الأشخاص اللي حولك تشعرهم بأنك دوم حدالهم، هذا شيء وايد جميل أيضا. نعم أكيد، نحن إن شاء الله مستمرين مع مشاهدينا. أنت شو تسوي؟ لحظة أنت تسأليني؟ يعني شوفي كل واحد يعني قبل أن نكمل طبعا فقراتنا بجاوب على سؤالك، كل واحد يبعث الأمل بطريقته الخاصة بالسعادة، كيف أنه ممكن على حسب كل شخص. مثلا ممكن شخص متشائم وايد تبعث فيه الأمل أنه لا، في سعادة وفي والحياة حلوة. شخص مثلا مستاء من طريقة مثلا من طريقة مثلا في العمل، كيف تبعث فيه الأمل أن العمل يعني مستمر وإن شاء الله أنت قادر على الإنجاز، وكل حد بطريقته. ولكن أتوقع أن الإنسان مجرد مثل ما أنت قلتي في البداية الابتسامة، مجرد أنك ترسم الابتسامة على وجهك وتنعكس هذه الابتسامة على الطرف الآخر، أنت صنعت أمل، انشر السعادة، والسعادة أكيد هي بحد ذاتها يعني جوهر الأمل. ونحن في دين يوم تبتسم يحسب لك صدقة. أجر صدقة ويحسب لك نعم. أجر. شو رايك نروح لموضوع حلقتنا نروح اليوم؟ نحن خدنا الأمل ما شاء الله وايد وسولفنا فيه. أكيد حلقتنا اليوم إن شاء الله كلها أمل وجمال وطبعا روعة. مشاهدينا الكرام طبعا من معاكم في الحفل السنوي لجمعية تراث العمراني، وأيضا مشاركة مسرحية محطات في مهرجان الشارجة للمسرح المدرسي، أيضا مخيم زايد الخير في مدينة ساكرو الباكستانية، ودبلوم التجميل الاحترافي بجامعة عجمان. والحين بنسير وين؟ بنسير لزميلتنا ليالي اللي دائما تتحفنا بالأخبار الجميلة. الابتسامة والأمل والإيجابية والسعادة لنا جميعا ولكل المشاهدين الأوفياء لبرنامج سبعة على سبعة. مساء النور والسرور. الله يخليكم. يلا نروح بالأخبار وياك. قبل أن نبدأ بالسرد الإخباري، أود فقط أن أشير إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله كانت قد وجهت بإنشاء جمعية لأمهات أصحاب الهمم لتضم في عضويتها كل أمهات أصحاب الهمم من جميع مناطق الدولة، وهي جمعية ذات نفع عام. أخبار جميلة ما شاء الله. بالتأكيد هذا يثبت من جديد مروة وزميلي علي أن أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة هم بالفعل فوق القمم. الحمد لله رب. بعد كم يوم إن شاء الله يوم الأم، طبعاً مبادرة جميلة وجمعية جميلة في وقت مناسب. صحيح، تزامنا مع عيد الأم. صحيح. يوم الأم. شكرا لكم. التاسع عشر من آذار مارس 2019، أرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورقية تعزية إلى فخامة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في وفاة محمد محمود ولد أحمد لولي الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية، عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساة
ذاته، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. على صعيد آخر، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي في العاصمة أبو ظبي، كما شهد أيضا توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم 11 دولة عربية. وقال سموه أن أول مشاريع المجموعة سيكون قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفا سموه: شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربي، أسمينا القمر الصناعي الذي سيعمل عليه العلماء العرب 813، وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون، البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة. منطقتنا منطقة حضارة، وشبابنا بناة حضارات، لا بد أن نؤمن جميعا بهذا المبدأ. إلى محور مغاير، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر سيناتور راي بلانت عضو المجلس الشيوخ الأمريكي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ورحب سموه بالضيف وتمنى للمنتخب الأمريكي المشارك في الأولمبياد التوفيق في هذه المنافسات العالمية. من جانبه أعرب السيناتور الأمريكي عن إعجابه بمستوى التنظيم والحضور الجماهيري والتفاعل الرسمي والشعبي مع فعاليات الأولمبياد، الذي يعد أكبر حدث إنساني ورياضي واجتماعي عالمي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، ترافقها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي. وتبادل سموه ورئيسة المجلس النواب في مملكة البحرين الحديثة عن العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، إضافة إلى القضايا التي تهم شعوب المنطقة وتطلعاتها إلى تعزيز التنمية والازدهار في مختلف المجالات. من جهة أخرى، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على تأمين كل مقومات وسبل الحياة الكريمة للمواطنين والاهتمام بتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفد مجموعة البنوك والمصارف التي شاركت في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لإعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لممثلي المصارف والبنوك لاستجابتهم وتعاونهم في تحقيق أهداف الصندوق، مما أسهم في إنجاح هذه المبادرة، مثمنا سموه روح المسؤولية المجتمعية العالية التي تميزت بها المصارف الوطنية. على المستوى الخارجي، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء نيوزيلاند جاسيندا آردرن عن مواساته في ضحايا العمل الإرهابي وتعزيه لأسر الضحايا. وأكد سموه تضامنه مع نيوزيلاند وأهمية تعزيز التعاون الدولي تجاه خطاب التعصب والكراهية والأعمال الإرهابية.
في شق مغاير التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه النائب البطريركي للكنيسة المسيحية السورية في الهند بيشوب إسحاق مورستاتشوس الذي قدم للسلام على سموه، حيث أكد صاحب السمو حاكم الفجيرة حفظه الله أن الدولة ومنذ قيام الاتحاد تتبع نهجا راسخا محوره التسامح والتآلف والتعاون واحترام مختلف الثقافات، الأمر الذي يعتبر من أساسيات تحقيق تنمية الأمم وتقدمها ويضمن مستقبلا زاهرا للأجيال المتعاقبة. من جانبه ثمن النائب البطريركي دور الإمارات والنموذج الذي تقدمه في احترام الأديان والتعايش المشترك ومساعيها الإنسانية الملهمة التي تهدف إلى نشر ثقافة التسامح في ربوع العالم. حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير عام الديوان الأميري في الفجيرة وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين. إلى ذلك أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بالثروة المعدنية وقطاع التعدين من خلال إرساء سلسلة من التشريعات التي تنظم وتدعم الاستثمار في هذا المجال، مشيرا سموه إلى حرص الفجيرة على حماية الموارد الطبيعية التي تزخر بها واستدامتها عبر منظومة استثمارية ناجحة تماشيا مع الاستراتيجيات العامة للدولة. كلام صاحب السمو جاء إبان استقبال المشاركين في ملتقى الفجيرة الدولي السابع للصخور الصناعية والتعدين الذي انطلق أمس في الإمارة، حيث دعا سموه الضيوف للاطلاع على التجربة الإماراتية الرائدة بشكل عام وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص في مجال الصخور الصناعية والتعدين والعمل على توطيد أواصر التعاون المتبادل والتنسيق المتواصل بما يضمن التطور والنمو لهذا القطاع الحيوي. إلى موضوع آخر، حيث منح فخامة الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية بحضور الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبو ظبي أسرة الشهيد جمعة محمد عبد الله الكعبي وسامة جمال الدين الأفغاني، وهو من أرفع الأوسمة في جمهورية أفغانستان الإسلامية تقديرا لتضحياته ضمن برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الأفغاني الصديق. وقال فخامة الرئيس الأفغاني إن هذا التكريم الذي نقدمه اليوم لشهيد الواجب الإنساني السفير جمعة الكعبي إنما هو تكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لدورها الرائد وجهودها ومواقفها المشرفة في تقديم الدعم المستمر، مؤكدا أن الشهيد الكعبي كان له دور بارز وإنجازات مشرفة ومحطات مضيئة في مسيرة العمل الإنساني في جمهورية أفغانستان الإسلامية. نهاية الاستعراض الإخباري، إليكما مروى وعلي. يعطيك العافية ليالي على الأخبار الجميلة. أكيد علي عام التسامح. أنا أنت طبعا صوتك راح وأنا سويت وراك دوم اللي بعتني مريضة ما شاء الله الجو لأنه وايد جميل وبرد ويعني الجو فعلا بعد برد وما ألبس جاكيت. الله يعافيك يا رب، ما تشكين بالعافية بإذن الله. يا رب. إنزين نرجع حق موضوعنا. نعم، عام التسامح أكيد عام جدا جميل أن نغرس هذه القيمة النبيلة عند نفوس وأيضا نعززها عند الأطفال الأبناء، فدور الأسرة في هذا الموضوع وايد مهم. صحيح أكيد حالي. التسامح يبدأ من الأسرة، ومثل ما يقولون دائما الأسرة هي نواة المجتمع فعلا. يا مروة، وعلى هالموضوع أكيد انطلق مؤتمر، طبعا دور مؤتمر دور الأسرة في تعزيز التسامح، طبعا والذي عقد طبعا عقدته وزارة التسامح بالتعاون مع الاتحاد النسائي والتنمية الأسرية يا مروة. أيضا يشارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العربية والعالمية. خلونا نشوف هذا التقرير مع بعض، مؤتمر دور الأسرة في تعزيز التسامح. نشوف. The
جاءت الجلسة الأولى لنقدم فيها السيدة الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. هذه أم الإمارات هي المثل الأعلى حقيقة، والتي تحدث يعني عنها معالي الشيخ نهيان وزير التسامح بأن هي يعني المثال الأعلى الذي يجب أن يعني يتعلم منه الجميع، كل الموجود كل السيدات الموجودات على أرض دولة الإمارات. هي أمنا نحن التي يعني تهتم بنا نحن أبناء هذا الوطن. وعندما أتحدث عن أبناء الوطن أتحدث عن الإماراتيين أو غير الإماراتيين المقيمين وغيرهم من الزائرين، فالكل يعني أمام مجموعة من التشريعات ويعني القوانين التي تضمن الحقية للجميع. ومن هذا المنطلق يعني رتبنا 4 محاور مهمة. أول محور هو دوركم أنتم كقناة الفجيرة مثلا، دور الإعلام، وهنالك جلسة كاملة حول هذا الموضوع. والكل يعلم فيما حدث في يعني نيوزيلندا قبل أيام في يعني الفعل الإرهابي مع الأسف الشديد، وهو طبعا الإعلام يحفز كثيرا في يعني يعني المضي نحو طاقة يعني سلبية جدا، طاقة هذه تدعو الشعوب للكراهية وغيرها. ما نحن نقول لها في هذا العام عام التسامح، لن نسمح لأي إرهابي ولن نسمح لأي شخص متطرف بأن يأخذ يعني أو يقود القاطرة إلى مكان خاطئ. بالعكس، كانوا قسيسي الكنائس اسمعنا اليوم في هذا المكان، ونرجع نقول أن المنبر الديني مهما كان إسلامي مسيحي بوذي أو أي فكر أو ديانة أو عقيدة يتبعه، فهم طبعا كلهم جزء من هذا المنطلق. الحقيقة أن الأدوار اللي قامت فيها الشيخة الفاطمة مهما تحدثنا عنها لا يمكن أن نفيها حقها، لسبب رئيسي أن هذه السيدة منذ أكثر من 60 عاما انتبهت إلى أهمية أن تقوم المرأة بأدوارها كاملة، عززت أدوار المرأة. وعدم الاهتمام بتعزيز أدوار المرأة يمكن أن يكون ثلم أو شطب أو جرح في جدار التسامح، ذلك أن أي تمييز يمكن أن يمارس ضد أي عنصر من عناصر المجتمع ينقض قيم التسامح، فكيف بها إذا كان هذا العنصر وهو المرأة؟ لذلك اهتمت الشيخة فاطمة بعناصر عديدة، اهتمت بتعليم المرأة حتى تخرج المرأة من ظلمات الجهل إلى نور العلم. أنا سعيدة جدا أن الإمارات دورها محوري في هذا، هي الدولة اللي بدأت هذا الفكر، ومش بقى بدأت الفكر شعارات، لا يعني الحقيقة ليس مجرد شعارات، في برنامج وطني من أجمل ما يمكن. أولا في وزارة للتسامح، ودي حاجة نفتخر بيها جدا أنها في العالم العربي مش في حتة تانية. في كمان عام التسامح زائد بعض التشريعات والقوانين. يعني الحقيقة دولة الإمارات قننت وسنت مشروعات قوانين أو قوانين وتشريعات بتنبذ التمييز وتعزز التسامح والتعايش، ومش بس كده يعني وقعت وصدقت على الاتفاقات الدولية في هذا المجال. نجدد تحية فيكم مشاهدينا الكرام. مروة، بغيت أسألك، مثلتي في جماعة المسرح في أيام المدرسة؟ أكيد كانت من أجمل اللحظات بحياتي وأجمل الذكريات اللي كانت هناك. يعني كنت مشاركة معهم باستمرار يعني ما وقفتي من صف كم لكم؟ من أول أيام المدرسة من الابتدائية لين الثانوية أنا ما شاء الله مستمرة. لا تشكين أن ممكن هذه الفترة هي اللي أسستك اليوم وخلتك مذيعة، ترى وايد من الممكن، لأن فعلا كان في تواصل مع الكاميرا، كان في تواصل مع الجمهور والمدرسين والطلاب. فعلا يمكن هو اللي خلاني أجد طريقي أسرع في عالم الإعلام. بالنسبة لي أيضا يعني المسرح بصراحة في أيام المدرسة والإذاعة المدرسية أثرت وايد فيني. أتوقع أن اليوم هي أسستني بشكل كبير، يمكن 70%، وخلتني اليوم مثلا أنا اليوم مذيع وأتحدث مثلا مع الكاميرا براحتي، وأيضا مع الضيوف. نعم. ومع طبعا معاكم بشكل عام. وعلى الموضوع طبعا ينطلق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في دورته 9 مشاهدينا الكرام. وأيضا نستضيف اليوم طبعا مسرحية، طبعا مؤلف مسرحية رائعة، وهي مسرحية محطات من ضمن عروض مدارس المنطقة الشرقية. يا مروة، نعم أرحب فيك أستاذ
يعني ويانا اليوم خالد إبراهيم محمد مؤلف ومخرج مسرحية محطات اللي بنتحدث عنها أكثر. خبرنا عن مهرجان الشارقة المسرحي المدرسي أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم خير. أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، وأشكر قناة الفجيرة القناة المتميزة دائما تلحفنا بالبرامج المتنوعة والمتفردة. المسرح المدرسي هذه السنة في دورته التاسعة. الفكرة موجودة بفهم اكتشاف مواهب الطلاب، نعم، صقل مواهب الطلاب. كثير من المسرح المدرسي الآن موجودين على الساحة، فنانين، كتاب. وممكن أشير لتجربة بسيطة، في واحد من أبناء مدرسة الخليل بن أحمد، نعم، ويقدم عندكم برنامج أنسى الضايد، سمير. سمير أحد أبناء مدرسة الخليل بن أحمد ومن الممثلين، نعم، الممتازين. نحتاج إلى اكتشاف مواهب الطلاب، نحتاج إلى معرفة الجوانب الثانية غير، نعم، الأكاديمية. جميل، جميل جدا. أستاذ خالد، من خلال هذه المسرحيات التي تقومون بعرضها، قبل أن ندخل في المسرحية أبغى أتكلم عن اكتشافاتكم أنتم للطلبة، للأطفال، للمشاركين. شو المواهب اللي اكتشفتوها؟ والله طبعا في الصف المدرس يعني له العين الثالثة، نعم، بمعرفة ميول ومواهب الطلاب. ففي مختلف المواد يمكن يلفت نظر المدرس، هنالك طالب لغته العربية سليمة، نعم، هنالك كاتب له قدرة على التخيل، هنالك طالب له موهبة في الخطابة، ومنها في المسرح. معظم المدارس نحن نشتغل على حاجة اسمها المواهب، يعني بنحاول ننمي مواهب هؤلاء الطلاب، يعني بنجمعهم، بندربهم، وبنديهم في مساراتهم المختلفة. الآن طبعا في مواد مستحدثة، منها دراسة المسرح في المدارس عندنا يمكن للصف الثامن والتاسع والعاشر، في الموسيقى، في جمعيات مختلفة مثل الابتكار. فبيهتم المعلمين بشكل كبير بمواهب الطلاب، تنميتهم وصقلهم، وعشان تأخذ شكلها الطبيعي في أن تتبلور هذه المواهب وتطلع للساحة. إنزين أستاذ خالد، شو سبب مشاركتك في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي؟ والله هو عشقي للمسرح، أنا أصلا مسرحي، أهتم بالمسرح، ومن منذ الدراسة في يعني ما كنت طالب كنت دائما أشارك في الجمعيات الأدبية، أشارك في المهرجانات المسرحية، نواة فنان، نعم، ما شاء الله عليك. مسرحية محطات، خل ندخل لتفاصيل هذه المسرحية، وما هي المحطات التي مررتم بها؟ جميل هذا السؤال. المحطات طبعا داخل النص يسأل، طبعا أول شيء المسرحية هي تعتبر في ممكن نصنفها في المسرح الثنائي، تعتمد على ممثلين اثنين، نعم، فيسأل سؤال اللي هو في شخصيتين، صابر وأسود، نعم، فأسود بيسأل صابر يقول له يعني لقد قمت بكتابة رواية، فصحيح في الحوار بيقول إنه نعم، وما اسمها؟ محطات. فيرد على أساس إنه نعم أعرفها، تلك المحطات اللي يمر من خلالها الباص. وطبعا نحن المفهوم اللي عندنا في النص هو أبعد من ذلك، لو اعتبرنا إنه كل محطة تعادل أقدم من الزمان، هي تجربة أو نقول حصاد الحصاد البشري، نعم، حصاد الإنسانية، اللي هي الفترة الزمنية لعمر الإنسان، نعم، يعني المحطة الأولى فترة الابتدائية، صحيح، المحطة الثانية فترة الشباب، المحطة الثالثة، المحطة الرابعة العقلانية، المحطة السابعة ممكن نقول الشيخوخة بمعنى السابعة، يعني قفزت على طول السابعة، يعني في هي فترة مثلا الأربعين، يمكن خلنا نقول هي فترة الرشد ربما، ومن ثم مثل ما أيوة على حسب المحطات اللي ففي حوار بيدور في هذه النقطة. هذا جزء من المفهوم، هو قام بكتابة هذه الرواية وسماها محطات، التي تتكلم عن الفترة العمرية للإنسان. في هذه الفترة يمر الإنسان بتجارب كثيرة، صحيح، بكل ما تحمل هذه الكلمة، كلمة محطات.
أستاذ خالد، كل مسرحية ناجحة وراها ممثلين ناجحين، لأن هن اللي يعني اللي يعبرون عن هذه المسرحية وعن صحيح. مؤلفاتك أو عن القصة اللي أنت كتبتها. كيف تختار هذين الممثلين وتوزع الأدوار من بينهم؟ طبعاً الفكرة الأساسية الدور يتكلم عن نفسه، يقول ينالني من يستحق. يعني سأقوم بتجريب بمعنين، طبعاً أي دور بيكون عنده مواصفات معينة، يعني استحالة إذا كان في دور الأب وإب مش ممكن أجيب يعني بالمعنى الطبيعي الإبن يكون أكثر من أو أطول من الأب. صحيح. ففي مواصفات معينة، في مواصفات في الملامح، في الجسد، في الأفكار. نعم. نحن عندنا التجريب أيضاً. نعم. يعني الطلاب نعطيهم الأدوار، كل واحد بيختار دور من الأدوار بنسجل مع الدور، بنشوفه مناسب ملائم للدور فيتم الاختيار عليه، لكن دائما نبحث عن الأداء الجيد. صحيح. لأنه جزء من جوائز مهرجان المسرح المدرسي اللي هي 8 جوائز تهتم بالأداء التمثيلي. اللي يعني التمثيل. جميل جدا. يعني مدى أهمية مشاركة المدارس في مثل هذه المهرجانات أستاذ خالد؟ كيف تساهم في صقل مواهب الطلاب وأيضا حتى كتعزيز يعني دور المسرح وثقافة المسرح لدى الطلبة المشاركين وغيرهم أيضا؟ المسرح المدرسي أنا كما قلت لك الآن في الدورة التاسعة أصبح برنامج ثابت بالنسبة للمدارس الشارقة، تهتم المدارس بإبراز المواهب، بتحضير النصوص، بعمل البروفات. حتى استبشرنا خيرا يعني في وزارة التربية والتعليم الآن تم تعيين مشرفين مسرحيين متخصصين لصق هؤلاء الطلاب ولانخراطهم في مهرجان المسرح المدرسي، وبالعكس لأشياء أخرى. يعني إحنا في المسرح في كل مدرسة، في مدرسة الخليل بن أحمد مثلا، المسرح ليس المشاركة في المهرجان فقط، في مشاركات صباحية بتتم يعني في الإذاعة اليومية، في مشاركات أخرى طبعا، فعاليات كثيرة جدا على مدار العام الدراسي. نعم. يعني الاحتفال بالعيد الوطني، الاحتفال بالأيام العالمية الموجودة. نعم. فالاهتمام أصبح اهتمام كبير جدا بأنه نحن بموجه في رسالة لعشاق المسرح وللذين يودون أن ينخرطوا في العمل المسرحي. نعم. كل مهنة لها صعوبات معينة، أنت مؤلف وأيضا مخرج، شو الصعوبات اللي واجهتها كمخرج في العمل المسرحي؟ أكيد الحقيقة طبعا عندما يكون المخرج العمل يعني غير كاتب النص. نعم. ربما يضع فكرته الأساسية، يعني الإخراج بمعنى أنه بيحاول يعمل يوصل الشغل طبعا باستخدام السينوغرافيا العامة اللي هي عندنا الديكور ومؤثرات وحركة أقوله. لكن بيكون المسألة سهلة جدا عندما يكون المخرج هو المؤلف. نعم. لأنه عندما يكتب المؤلف سيضع في حساباته بأنه كيف سوف يخرج هذا العمل. أو نعم. الشكل الثاني، أنا مخرج العمل، أنا الذي كتبت العمل، فلي رؤية خاصة كيف يتم إخراج هذا العمل ويصل. صحيح. بالصورة اللي ابتغيها العمل. صحيح. أكيد نحن سعدنا بهذا اللقاء سيد خالد، ولكن بنختم معك أكيد بكلمة ونصيحة للطلاب المشاركين وأيضا كل من لهم يعني ميول لحب المسرح. والله أقول كما قال صاحب السمو دكتور الشيخ سلطان، نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح. نعم. علينا أن نسلك هذا المسلك، نحن نحب المسرح، هذا الفن الراقي. نعم. هذا الفن السامي الذي يرتقي بالنفس البشرية ويرتفع بها في أعلى مراحل الارتقاء. يعطيك العافية يا أستاذ خالد إبراهيم محمد، مؤلف ومخرج مسرحية محطات، كل التوفيق لكم إن شاء الله في المسرحية، ونتمنى لك كل التوفيق أيضا مع الطلاب، وإن شاء الله تكتشفون مواهب جديدة عند الطلاب. شكرا جزيلا والطلاب. بارك الله فيكم. شكرا. الحين بنروح أنا وأنت علي لانطلاق الدورة السادسة عشر. بيروح خلاص. يعطيك العافية. لانطلاق الدورة السادسة عشر لجائزة الإمارات للسيدات، شو عندها كأخبار عنها؟ طبعا أكيد جمعية الفجيرة الخيرية تتعاون مع مجموعة دبي للجودة في ورشة عمل تقام على هامش فعاليات هذه الجائزة، وأيضا تبرز هذه الورشة. نعم. طبعا مروة بعض الأمثلة النسائية اللي لها دور كبير في المجتمع، ما شاء الله دوركم كبير.
فعلا أكيد دور الأم والمرأة في المجتمع شيء وايد مهم في المجتمع. والحين بنروح أنا وأنت والمشاهدين لهذا التقرير. طبعاً جائزة الإمارات للسيدات انطلقت من قبل مجموعة دبي للجودة برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني وأيضاً رئيس مؤسسة مطارات دبي والرئيس الأعلى طبعاً الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وأيضاً الراعي الفخري لدبي للجودة. يا مروة علي، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ويانا الحين على الهاتف مباشرة الأستاذة فاطمة عبد القادر مدير جائزة الإمارات للسيدات. يا هلا ومرحب فيك. أهلا وسهلا فيكم حبيبتي. خبرينا عن جائزة الإمارات للسيدات. جائزة، أولا حبيت أشكركم لاستضافة اليوم وللأسف ما لي حظ أني أكون متواجدة معكم اليوم. إن شاء الله مستقبلا قريبا جدا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أولا جائزة الإمارات للسيدات صممت في 2003 طبعا برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، واللي دائما احنا نفتخر بوجوده معنا في الجائزة اللي تعمل المرأة. وكذلك هذه الجائزة هي الهدف منها هو التكريم وتحفيز المرأة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء المرأة الإماراتية او المقيمة على دولة الإمارات العربية المتحدة. جميل. نعم، شو هي الفئات أستاذة فاطمة اللي تستهدفها هذه الجائزة؟ الجائزة لها فئتين، فئة صاحبات الأعمال وفئة المهنيات. المهنيات السيدات اللي يشتغلون سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يحق لها تشارك في جائزة الإمارات للسيدات، وكذلك أصحاب الأعمال يحق لهم يشاركون، كذلك بشرط أن يكون لها 3 سنوات خبرة في مجال العمل. جميل. نعم. شو أهمية هذه الجائزة؟ خبرينا أكثر. الهدف أصلا من الجائزة هو التكريم وتحفيز المرأة، هو تمكين المرأة العاملة في جميع المجالات، وهذا اللي دائما احنا نشوفه. ما شاء الله شلنا الحمد لله، يعني دولة الإمارات هي الدولة اللي بتدعم المرأة في جميع المجالات. نعم. وفوق
أم الإمارات الشيخة فاطمة الله يحفظها إن شاء الله، تدعم المرأة بجميع يعني المرأة سواء داخل الدولة وحتى خارج الدولة تدعم المرأة، وهذا دائما إحنا يعني محظوظين نكون في هذه الدولة العظيمة اللي تدعم المرأة بجميع المجالات وكذلك جميع الجنسيات بغض النظر عن الجنسيات يعني. نعم طبعا نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء للسادة فاطمة عبد القادر مدير جائزة الإمارات للسيدات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك. يعطيك العافية. وأكيد نحن مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله، تريونا. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين فقرات برنامج 7 على 7، والحين ويا علي شو عندنا علي؟ عندنا طبعا، لكن قبل أن ندخل في الموضوع، تعرفين الإمارات ما شاء الله وخاصة في هذا الموسم الجميل اللي هو موسم الشتاء، ونحن عاد على نهاية موسم الشتاء لكن لا زالت الأجواء جميلة. كل إمارة لها يعني جغرافية معينة فعلا جاذبة للسياحة. عندنا مثلا الفجيرة، ما شاء الله الفجيرة تجمع ما بين الجبال والبحر، وايضا عندك المناظر الجميله والخضار والزراعه، والفجيره فيها شيء جميل ايضا، متحف مفتوح تمشين تشوفين قلعه الفجيره، تمشين تشوفين اثار قديمه، فهي عباره عن متحف مفتوح بسيارتك تمشين وتشوفين هاي الاثار الجميله. نعم. عندك مثلا اماره دبي جاذبه للسياحه، يعني ما شاء الله التطور والعمران اللي فيها والمباني الشاهقة والأكتيفيتيز أيضا الموجودة في إمارة دبي وايد فعلا كبيرة ومتعددة للأطفال، لأعمار الشباب، للنساء والأمهات، والمهرجانات أيضا اللي تقام في دبي وايد كبيرة. نعم. الإضاءات على المباني في بعض الأحيان أيضا جميلة وتجذب. نعم. العين والسائح. نعم. الشارجة مثلا أيضا، الشارجة. نعم. ما شاء الله جاذبة، هي طبعا عاصمة الثقافة وفيها مثلا طبعا المتاحف الجميلة اللي نشوفها، وأيضا المهرجانات الحلوة هذه أيضا تضيف طبعا لمسة إبداعية وسياحية وجاذبة للسياح. نحن هاليوم عندنا مهرجان المسرح. نعم. فهذا أيضا الأشياء الجاذبة للسياحة. شو رأيك علي نروح لتقرير علشان نشوف الإمارات السبعة ونشوف دور السياحة في دولة الإمارات إنه وايد مهم وجميل، خلونا نتعرف أكثر في هذا التقرير على دولة الإمارات. نشوف
تقرير مميز جدا علي يظهر. وايضا يظهر الامارات بشكل صحيح. جميل جدا من اكثر الاشياء اللي فعلا تستحق الزياره نعم. في هذه الفتره هو البر والسفاري نعم. فعلا يعني صرت سويت سفاري هالفتره انا والله للاسف للاسف اني ما طلعت يعني دوب رحنا شوي البر كم من مره عاده يعني في الشتاء الماضي يمكن طلعنا اكثر لكن هالفترة شوي بحكم يعني مرتبط بأشياء وشغل ما كنت أقدر أطلع مع الربع ومع أخواني أنا كل ويكند في البر ما شاء الله سفاري عليك. أحب وايد الأجواء البر والسفاري والرمل والتخييم من أجمل الأشياء في الإمارات والمفروض في هذه الفترة أنكم تزورونها لأنها فعلا هذه الأجواء المناسبة لها خلاص ما باقي شيء ترى فعلا يعني الحقوا شوي على الشتاء في البر صحيح. والحين بنروح من دولة الإمارات في السياحة نعم. لكن بنروح مع علي لي ساكرو الباكستانية خبرنا أكيد. أكثر عن هذه المدينة شو فيه أكيد. هناك طبعا في ساكرو الباكستانية هناك صار طبعا حدث جميل لكن بنتكلم على هالموضوع أكثر اليوم الإمارات ما شاء الله هي بلد خير وبلد تسامح وبلد عطاء في داخل الدولة وهذا العطاء امتد لكل أنحاء العالم مشاهدينا الكرام حملة الشيخة فاطمة طبعا الإنسانية تدشن مخيم زايد الخير في مدينة ساكرو الباكستانية يا مروة والحملة أيضا كانت متزامنة مع يوم الطفل الإماراتي تحت شعار على خطى زايد أكيد بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع طبعا الدكتور عادل الشامري مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع ورئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا حياك الله سعيدين جدا بوجودك معنا بداية أود أن أتحدث معك أكثر عن مخيم زايد الخير في مدينة ساكرو الباكستانية مخيم زايد الخير في مدينة ساكرو الباكستانية يأتي في إطار حملات الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية والتي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية للأطفال والنساء والمسنين في مختلف دول العالم مبادرة مشتركة من زايد العطاء والاتحاد النساء العام وجمعية داربر مؤسسة بيت الشارع الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الأمنية في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك والذي يأتي انسجاما مع الروح الإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وامتداد لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات الذين نهجوا نهجة وخطوا خطا ويستمر هذا المخيم لمدة 3 أيام ويتنقل في مختلف المناطق الباكستانية والقرى لتقديم الخدمات المجانية في إطار برنامج إماراتي باكستاني وبإشراف أطباء متطوعين من الإمارات وباكستان تحت مظلة تطوعية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بين الكوادر الطبية وتأهيلها وتمكينها في خدمة المجتمعات في نموذج مبتكر في العمل الإنساني من خلال أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية في مختلف دول العالم والتي استطاعت في السنوات الماضية من أن تصل برسالتها الإنسانية لأكثر من 16 مليون طفل ومسلم وتقدم لهم الدواء المجاني وتخفف من معاناتهم في صورة مبتكرة في مجالات العمل التطوعي الطبي التخصصي الميداني نعم دكتور عادل خبرنا عن أهم الأهداف لمخيم زايد الخير المخيم زايد الخير يتضمن تنظيم العديد من البرامج منها تنظيم ملتقى لزايد الخير ويجتمع فيه الشباب من مختلف الأعمار ويتم فيها ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتأهيلهم وتدريبهم في العمل الطبي الميداني ومن ثم يتضمن عيادات ومستشفيات ميدانية تنتقل فيها القرى الباكستانية وكانت المحطة السابقة مدينة ساكرو التي استطاع فيها الكوادر الطبية الإماراتية والباكستانية من علاج أكثر من 6000 طفل وامرأة من خلال الوحدات المتنقلة منها وحدة للطوارئ وحدة للعناية وحدة للعيادات التخصصية إضافة إلى صيدلية متكاملة ومختبر يقدم هذه الخدمات الميدانية العلاجية مجانية وذلك انسجاما مع توجيهات أم الإمارات نعم. الشيخة فاطمة حفظها الله والتي تولي العمل الإنساني أولى اهتماماتها وتمكن الشباب الإمارات والشباب في مختلف دول العالم في مجالات العمل التطوعي في رسالة حب ورسالة عطاء من الإمارات لمختلف الشعوب نعم دكتور عادل في كل مرة طبعا يتم اختيار منطقة أو دولة معينة والآن أنتم طبعا تم الاختيار لمدينة ساكرو الباكستانية ما هي أسباب الاختيار في هذه الفترة؟
طبعا باكستان من الدول اللي احنا نركز عليها في عملنا القطبي التطوعي، اضافه ان احنا هناك في اتفاقيه بين المؤسسات الاماراتيه والباكستانيه لترسيخ وتاهيل وتدريب تمكين الكوادر الطبيه في خدمه المجتمع. فعلا الهدف ليس فقط لتقديم الخدمات العلاجيه، ولكن ننقل الخبرات الاماراتيه في مجال الطب الميداني واداره العيادات والمستشفيات الميدانيه، لتتولى هذه العيادات المحليه اداره هذه العيادات والمستشفيات بشكل تلقائي، ونصنع قاده من الشباب من الباكستانيين لتتولى اداره هذه العيادات والمستشفيات على مدار السنه. وطبعا هذا النموذج نحن نطبقه في مختلف دول العالم، انطلاقا من الامارات، في مصر، في بنغلاديش، في السودان، في الصومال، في عديد من الدول. هناك سلسله من العيادات والمستشفيات تعمل للتخفيف من معاناه المرضى من خلال نقل الخبرات الاماراتيه والتجهيزات اللي احنا نقدمها لهذه المؤسسات التطوعيه في الدول المستضيفه. دكتور عادل، من هي الفئه المستهدفه من هذه الحمله؟ طبعا حملات شيخة فاطمة الإنسانية تستهدف بشكل رئيسي الأطفال والنساء. نعمل من خلال سلسلة من الخبراء والعيادات والمستشفيات الميدانية لنقدم أفضل الخدمات للأطفال والنساء من خلال هذه الوحدات التشخيصية لزيادة وعيهم بأهم الأمراض ووضع أفضل سبل للعلاج طبعا المجاني والوقائي لزيادة صحة هذه الفئات من الأطفال والنساء. نعم دكتور عادل، كلمة أخيرة حاب تختم فيها. طبعا نحن نقدم رسالة للشباب، الولاء للوطن، الوفاء للقيادة والعطاء للمجتمع. شكرا لك على هذا المداخلة دكتور عادل الشامري، مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع ورئيس تنفيذي لمبادرة زايد العطاء. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا. واكيد بعد هذا الاتصال بنروح وياه ويا المشاهدين معاك ايضا، بنروح بريك يلا بريك وردي لكم، خلكم ويانا خلكم ويانا. والحين رجعنا لكم مشاهدينا، واحلى فقرات هي فقرات التجميل والجمال واللي تهم المراه العربيه كلها. بالضبط، المراه بشكل عام. لكن اكيد اليوم بعد ايضا الشباب صاروا مطلعين على هذا الموضوع فعلا. وفي ما شاء الله ناس متخصصين في الميك اب من الشباب وعندهم صالونات ومحترفين، يعني ايضا الموضوع ما يقتصر على المراه فقط، المراه والرجل. نعم المرأة والرجل مثل ما ذكرتي. وأكيد على هالموضوع انطلق مشاهدينا الكرام دبلوم التجميل الاحترافي طبعا ينظمه مركز التعليم المستمر بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وهي المبادرة أكيد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتبناها جامعة حكومية تحصل من خلالها على المشاركات على دبلوم مهني من جامعة عجمان، واللي هو أكيد لأول مرة في دولة الإمارات. أكيد أكيد. وأيضا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع، نرحب أكيد بالأستاذة نادين محمد خبيرة التجميل، وأيضا اللي طبعا تقوم بتدريب الطالبات خلال فترة الدراسة، وأيضا الأستاذ طارق الحلواني مسؤول الدورات التدريبية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. حياكم الله معنا. الله يحييك. يا هلا ومرحب فيكم، نورتونا وجودكم. الله يحفظكم. يعني بداية نود أن نتعرف وياكم عن هذا التنظيم الرائع بالتنسيق ما بين الطرفين، ونبدا معك استاذة نادين. تفضل. حياك الله. خبرينا اكثر عن هذه طبعا المبادرة الرائعة، وكيف رأيتي استفادة المشاركين من هذه الدورة؟ صحيح، مبادرة صراحة فريدة من نوعها، وهو الدبلوم الأول بالإمارات. متميز هو أنه فترته طويلة، تقريبا 10 أيام، شهرين ونص، غير عن باقي الأمور الدورات أو شيء. نحن منبلش مع المبتدئة لتصير خبير التجميل، هذا أول شيء. والمحاور متعددة أول شيء، وفيته في منه نحن ببلشوا عنا مبتدئات، يا في عنا قسمين، يا انه هي بدها تصير تعرف تعمل لحالها، او انه هي بدها تصير ميك اب ارتست، خبير التجميل. طبعا بنفيدها بكل المعلومات يلي بتخص الميك اب من A to Z. جميل.
نرد لك طارق، في يعني عده ميك اب ارتست، ولكن مش يعني هم مش دارسين هذه خلينا الهوايه، او ان يعني مش دارسينها دراسه وما عندهم شهادات، ولكن يدربون. نعم. شو ما يعني كيف اشتركتوا في هذا الشيء ان تسوونها شوي معتمده اكثر عن طريق جامعه عجمان؟ نعم صحيح. اول شيء نشكركم على الاستضافه. لاول مره يطرح كدبلوم في جامعه على مستوى دوله الامارات العربيه المتحده. دبلوم مهني، شهاده مهنيه. نحن فكره الدبلوم هي بناء على يعني تلبية رغبات سيدات المجتمع وبنات المجتمع. نعم. في موضوع يعني رغبتهم في تعلم المكياج والتجميل الاحترافي، بالإضافة طبعاً إنه إحنا بنركز على دبلومات ودورات تدريبية أخرى علمية وثقافية. نعم. وهي الأساس للمؤسسات الحكومية والوزارات. فكرة الدبلوم يعني هي شهادة مهنية تؤهل المشاركات والإخوة البنات اللي كانوا في الدبلوم يعني للرقي في مستواهم المهني وممارسة عملهم المهني من خلال فتح حسابات وأكاونتات على الانستغرام والسوشيال ميديا بشتى مجالاتها. بنستكمل حديثنا معكم نادين وطارق، لكن بنروح الحين ويا بعض لهذا التقرير وبرد لكم في الاستوديو. يلا نشوف. ما شاء الله، يعني أنا متخرجة طبعاً من جامعة عجمان طب أسنان برضو، فهذا الشيء اللي شجعني لما عرفت إنه عندهم دبلوم تجميل احترافي. عندي ثقة يعني كبيرة فيهم إنه ما أحد يطلع منهم إلا يكون شخص يعني مؤهل فعلاً. ما شاء الله تجربتنا كانت أكثر من رائعة، تأسسنا يعني رحنا من صفر لعشرة، صارت عندنا ثقة كبيرة أن نبدأ ونشتغل، يعني يكون عندنا صالونات أو يكون عندنا شيء زي كذا. أنا شخصياً الغرض من الشهادة تبعي كنت حابة أني أعمل كليريك وفيها صالون، يعني ننظف الأسنان ونبيضها في نفس الوقت نحط ميك اب. شاركت هنا في دبلوم التجميل لمس نادين، صراحة استفدت أشياء واجد. أول شيء المعلومات اللي أنا اكتسبيتهن تمام، شهادة بحد ذاتها يعني تحس لها وزن يعني يوم تأخذها. جامعة عجمان ما شاء الله يعني لها صيت وهذا، وأتمنى أطبق الأشياء اللي أنا خذيتها في مهنتي. أنا كصاحبة صالون أصلاً عالم التجميل واسع اوكي، فيباله اول شيء تجدد دائما بالكورسات والدورات اللي تاخذهن، يعني ما توقف على شيء معين. من زمان كنت بتمنى ان انا ادخل المجال ده، انا كان يعني عندي موهبه ان انا عايزه اعمل ميك اب، بس ما كنتش لاقيه اروح فين. اول ما عرفت جامعه عجمان عملت الاعلان ده جيت قدمت فيه على طول، ما ترددتش، استفدت حاجات كتير، ومس نادين عملت لنا يعني تطبيقات ولوكات كتير استفدنا منها. بصراحه كانت تجربه حلوه وانا انبسطت بيها واستفدت بيها، وان شاء الله يعني بامل ان يعني دي تبقى بدايه الخطوه بتاعتي ان انا اعمل حاجات تانية ان شاء الله. ما شاء الله شفنا وياكم ويا المشاهدين هذا الإقبال الحلو من المشاركات اليوم. من سادة نادين يعني مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الموضوع ربما سهل في التعلم. اليوم ما شاء الله نشوف في ثقافة لدى الفتيات بالذات مثل ما ذكرنا في بداية الفقرة، وأيضا الرجال صار في ثقافة في موضوع وضع الميك اب والتعلم عن طريق مثلا وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تواصلك المباشر مع السيدات المشاركات أو الطالبات. كيف رأيتي مدى ثقافتهن في هذا المجال؟ هل هناك ثقافة جيدة عندهن قبل لا يدشن معاك أو بدائية لا زالت؟
هلا في عنا نحن لانه المشتركات عددهم كبير. نعم. تقريبا انا ببلش مع كل مشتركه يعني بتعرف هي لوين واصله، وطبعا بالتطبيق اكثر شيء انا هذا بعرفه، بالاسئله بنمط. نعم. الاسئله نحن عنا المبتدئات، اوكي طبعا. نعم. المبتدئات هن من تقريبا الثقافه من جيده لجيد جدا. جميل. ولكن اللي كان ناقص بالدبلوم، انا بركز على الناقص طبعا بعطي كل المعلومات، ولكن الناقص هو السكن يعني البشره، في عن البشره الدافئه. البشره البارده المحايده، الالوان اللي هي بتلبق لكل بوسكن، لكل نوع بشره. وكل في البشره المختلطه صحيح، هو مش انواع البشره. هو البوسكن يعني مثلا البشره الدافئه صحيح، يلي هي مثلا بيلبق لها الوان مثلا تربيات مع البنفسجي، الاحمر الفاتح، البشره البارده يلي هي بيلبق لها الالوان يلي بتميل على بينك. قصدك انا اسف على المقاطعه، قصدك استاذ نادين يعني مثلا بعض الاشخاص لما نسلم عليهم دائما ايدهم بارده مثلا؟ لا ولا 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 لا. هذا يختلف من ناحيه الالوان. لا أنا بصراحة يعني أبغى أتعلم، أنتم ما شاء الله الحريم يعني أخبر من ناحية الموضوع، فقلت لي يكون موضوع مرتبط بالموضوع. نحن دخلنا وتميزنا بهذا الدبلوم إنه في ثقافة بالميك اب مش موجودة على السوشيال ميديا. هو أهم شيء نحن نعرف شو الألوان اللي بتلبق لبشرتنا. مثلا نحن عنا مثلا أوقات مثلا بالبشرة البيضة مثلا بيحطوا ألوان مثلا ترابية. هيدا الشيء انا علمتهم كيف نمزج كل الالوان. مثلا نحن اذا كان عندنا مثلا كلاينت بدها لون مثلا احمر وبشرتها مثلا بارده، كيف نخلط الالوان مدموجه سوا ليطلع لنا لوك مثالي وحلو. هيدا اللي كان ناقص. والناقص كمان انواع البشره مثل ما عم بتقولي حضرتك، مثلا البشره المختلطه، البشره الدهنيه، عارفون على كل انواع البشره، والجافه والسنسيتيف يلي هي كثير جدا، انه التعامل صعب بالبشره السنسيتيف. شو بيحطوا لها من فاونديشن، من كونسيلرز، من اي شادو، حتى الاي شادو كثير مهم انه اذا بيكون باودر او الليكويد، الهايلايتر على اي بشره بينحط على اي بشره ما بينحط. يعني هي الثقافات كانت كلها موجوده، والمحاور جدا عديده يعني مشتغلين عليها. صح اخذ منا وقت كثير لنحن نحضر هذا الدبلوم، او لا الحمد لله اول دبلوم كان ناجح كثير، من هيك بلشنا ثاني دبلوم، والاستمراريه ان شاء الله فيما بعد. زين خبرنا عن اهم البرامج التدريبيه في جامعه عجمان للعلوم والتكنولوجيا اللي نظمتوها. طبعا احنا من خلال مركز التعليم المستمر اللي في جامعه عجمان هو المسؤول عن دورات البرامج التدريبيه والدبلومات المهنيه. عديد من البرامج قدمناها لمعظم يعني معظم المؤسسات والوزارات اللي في الدوله، اخذت من عندنا برامج تدريبيه وشاركوا من عندنا في برامج تدريبيه مختلفه، سواء كانت برامج قياديه، حاليا عام التسامح مركزين على برامج دورات التسامح، برامج السعاده والتميز المؤسسي والابتكار، عديد من المجالات التدريبيه قدمناها في مختلف التخصصات والمجالات عن طريق يعني مجموعه من الخبراء التدريبي المتخصصين في كل برنامج تدريبي. جميل جدا. بس الجميل ان جامعه المسؤوله عن الموضوع، يعني نعم. لاول مره احس يعني الميك اب ارتست يعني كان في ضياع عند النساء. صحيح. يعني انا وين تتجه؟ نعم، وهذا الشيء اللي احنا حبينا يعني تكون شهاده مهنيه تخدم المجتمع، تخدم سوق العمل. نعم. هذا الشيء اللي نتميز فيه، حبينا نتميز فيه اكثر واكثر، وان شاء الله طبعا في دبلومات اخرى مهنيه حتخدم. نعم. المجتمع وتسمعوا عنها ان شاء الله قريبا. في كميه ميك اب ارتست يعني كبيره. صح. وايد يعني وايد. صح. نحن ميك اب ارتست موجودين، كمان اعتمدناه بالدبلوم التاسيس انه ناسسهم صح، التصحيح الملامح هذا اهم شيء، الالوان لكل نوع بشره اهم شيء، الكوركشن ناسس المشاركه صح، واهم شيء كمان انه التصحيح ملامح الوجه، شو العيوب، شو الاخطاء، انواع العيون، اي رسمات بيلبق لها الاي شادو، كيف بندمجه اذا كانت العين دائريه او جاحظه او لوزيه او مبطنه. نعم. كيف نحن نتجه لرسمه العين، لانه مثل ما حضرتك كنت عم تقولي بالسوشيال ميديا في اوقات نسخات عم بيكون في. صحيح. رسمه العين هي نفسها لكل كل اشكال العيون وأشكال. هيدا الشيء اللي انا كنت شايفته بالدبلوم اول ما بفوت عند طلبات عم بلاقي انه ثلاث ارباعهم عم يرسموا نفس الرسمه، والعيون كلها والكونتور متشابهة. الفظيع والكونتور حتى الكونتور هلا
في تكنيك جديده غير انه نحن مثلا بالكونتور يلي نحن متبعه فينا بالبلاشر بالهايلايتر نحن نحدد ونخفي كمان الاشياء اللي بدنا اياها وبالفاونديشن مش ضروري يكون مثلا كونتور اللي هو الفول كفر للبشره الدهنيه بيحطوه اوقات على الجافه هذا غلط لازم يكون في ليكويد عرفهم على المستحضرات كمان اللي هي انه يقدروا يتماشوا فيها لكل نوع بشره ارجوك تركزي على موضوع الكونتور لان علي تشوف يعني في بعض الاحيان البنت وجهها مقطع بشكل صح. يعني فظيع ما شاء الله انتم كل يوم تطلعون بشيء جديد بصراحه يعني الكونتور فظيع يعني يغير ملامح هو انا وطارق ياسين يعني ما علاقه انت ما هو في السالفه لكن ارجع لك استاذ طارق اليوم توجه الجامعه اكيد نعم. توجه ايجابي ورائع انها تشوف ما يشغل مثلا المجتمع بشكل عام مثل ما ذكرت زميلتي مروه ان هذا الموضوع ما كان في جهه معينه تعتمد بعض مثلا المواهب انها تعطيها مثلا شهاده ولو انها دبلوم لكن في شهاده معتمده ان هذا الشخص مؤهل لهذا الموضوع شو توجه الجامعه ايضا في المجالات الاخرى مثلا تصميم اليوم الموضه ما شاء الله تصميم الفساتين تصميم الملابس صار الموضوع دارج وكله يعني معتمد على الموهبة هل هناك توجه أيضا لمثل هذا الدبلوم لهذه التخصصات أيضا؟ نعم صحيح احنا حاليا يعني انت سبقتني في هالموضوع أنا أقرأ أفكارك ما شاء الله عنك حاليا السبت القادم حيكون عندنا دبلوم تصميم الازياء فاشن دبلومه جميل دبلوم مهني في تصميم الازياء طبعا احنا نحاول في جميع الدبلومات المهنيه تكون يعني الدبلومات تخدم المجتمع وجميع الفئات سواء كان موظفين حكوميين موظفين القطاع العام الحكومه سواء كان محليه او اتحاديه موظفين القطاع الخاص الاطباء الصيادله الممرضين يعني جميع فئات المجتمع لهم يعني مجموعة خاصة من البرامج التدريبية التقنية المهنية سواء كان برامج يعني إدارية أو برامج تخصصية فنية جميل جدا كيف يتم التدريب العملي لهذه البرامج نادين؟ التدريب العملي هو الأهم كمان التدريب العملي كل متدربة بتجي بتوفر موديل أو إنه يكون التقسيم مثلاً إحنا عنا 40 student بيكونوا 20 student بيحطوا ميكاب على العشرين التانيين والأسبوع فيما بعد كمان بيطبقوا الستودنتس على الستودنتس واللي بتحب إنه هي تجيب معها موديل أو صديقاتها أو شيء وبيصير تطبيق العملي وأكيد أنا بتركهم المبتدئات خاصة بعملهم أنا نص وجه كيف مفروض ينعمل الميك اب وهن يطبقوا على على الميل الثاني او انه انا بالبدايه بتركهم انه هن يعملوا شوف انا هي شو بتعرف لانها قويه وزودها بالمعلومات لانه التطبيق جدا تقريبا 60 او 70% التطبيق هو اللي بينحفظ اكثر شيء صح بتركهم يعملوا اول باول الدبلوم شو بيعرفوا هن يعملوا طبعا انا بكون مطبقه لوك اوكي وفيما بعد بقول لهم انا طبقوا هذا اللوك يلي ما بتعرف مبتدئه طبق نص لوك وانا برجع بعمل لها النص الثاني وفيما بعد تقريبا بنص الدبلوم بصيروا يعملوا مثلا انا بعمل لوك مثلا الجلام لوك اور سمثينج لوك العروس هن بيطبقوا وبعدين انا بصير بصلح لهم بشوف الاغلاط وين لا هون بدك تعملي تمدي مثلا الاي لاينر الكونتور شوي بتقوي الروج ما بيكون هيدا اللون بيكون لون ثاني للبوسكن تبعها مثلا اذا بشرتها دافيه انه نحط لها روج بيناسب بشرتها نعم شو الالوان اللي تناسب الجميع هي المحايده البشره المحايده نحن عندنا بس انا اقول لك اياها نحن عندنا العروق مثلا اذا نحن العروق عندنا لون اخضر أوكي. بتكون البشره دافيه يلي هي بيلبق لها الوان هذا اللون اخضر ولا بنفسجي محايده بيبقى لك كل الالوان اخضر وبنفسجي محايده محظوظه كثير صراحه بيبقى لك كل الالوان اوكي اذا كان ازرق هي البشره البرده يلي هي بالبقى الوان الفاونديشن يلي هن بينك فيها تعتمد البشره الدافيه لازم يكون على اصفر او اورنج او الالوان الاي شادو بيكونوا اذا البشره دافئه بده يكون الوان التربيات النيود إذا كانت البشرة باردة بدها تكون ألوان البينك على أحمر على شوي
تكون فاتحة على الفايوليت كمان. أوكي. والله معلومات حلوة هذه، يعني قاعد استفيد بصراحة. أنا هذه العروق أول مرة أسمعها. ما شاء الله فعلًا فعلًا يعني فعلًا هذه المعلومات صح نحن شباب ولكن أيضًا نستفيد منها. مرة أذكر رحت البيت، طبعًا كان عندنا برنامج صباح الخير يا وطن قبل وجو تكلموا ذيك الأيام عن الكونتور وهالكلام. فرحت البيت اقول كونتور مو كونتور، اقول لخواتي انت تعرف كونتور، اقول لا اف عليكم انا بجد صرت اعرف هالامور، فاخذ المعلومات اسير اتفسح عليهم في البيت اخلي عمري على فكره هذه الثقافه لكل الشباب يعني صح. غير عن هيك حتى الفاونديشن في عندنا خلطات بالفاونديشن، مثلا اذا نحن عندنا البشره شوي شاحبه او تعبان شو بنخلط مع الفاونديشن، مثلا كريمات للنضاره سيرومز للنضاره everything، اذا كانت مثلا في تصبغات كيف نحن نتعامل مع التصبغات الكوركشن، اذا كان عندنا كلف شو بنحط فاونديشن شو بنحط قبل الفاونديشن، يعني المحاور عندنا ما شاء الله كثير يعني كثير. حظكم انتم يوم عندكم مشاكل الحريم يعني تتغطى بهالامور، لكن نحن الشباب على وجهنا يا حليم ما في مجال يعني نحط شيء. عموما عموما طارق، يعني مثل هذه الدبلومات خلينا نوضحها اكثر للمشاهدين. طبعا هناك تخصصات معتمده كل حد على حسب تخصصه كطالب في الجامعه، هل بمقدور ان يضيف لهذا التخصص هذا الدبلوم هذه الدبلومات؟ نتكلم ايضا عن المده اللي طبعا تكون خاصه لهذا للدبلوم الخاص بهذه التخصصات اللي هي مثلا التصميم، تصميم ملابس، الميك اب وغيرها. نعم، كل دبلوم له مده معينه. نعم. طبعا عدد ساعات معينه. نعم. يعني حاليا هذا دبلوم المكياج والتجميل الاحترافي مدته 60 ساعة تدريبية. في عندنا دبلوم ديكور داخلي بعد دبلوم مهني. جميل. تقريبا 90 ساعة تدريبية. عندنا دبلومات تربوية للحالات الخاصة، دبلوم التوحد والحالات الخاصة، التربية الخاصة، مدتها 120 ساعة تدريبية. هذه تساعد الأمهات والمعلمات والمعلمين خصوصا معلمين التربية الخاصة في كيفية التعامل مع الأطفال والأطفال المدارس الحالات الخاصة وعلاجها. كل جميع هذه التخصصات والدبلومات تساعد الدراسة الأكاديمية. بالنسبة للطالب أيضا هل تضاف مثلا ممكن بإمكان أن يضيف هذه المبادرات كدبلومات إلى مثلا تخصص الباتشلر مثلا في مجال معين؟ نعم. هل بإمكانه ولا بس مقتصر على الخارجين، طلب الخارجين اللي هم مش من التحقيق مثلا بتخصص معين؟ لا جميع الطلبة والخارجين وحتى المجتمع. جميل. إنزين كيف لقيتوا الإقبال من الطلاب؟ ما شاء الله وايد، يعني حتى جلاب لسانة على فكرة ما شاء الله وايد. احنا العيش منكم خلاص منكم وفيكم صرنا. أكيد الله يحفظك يا رب. الله يحفظكم ويحفظ دولة الإمارات. آمين يا رب. الله يسلمك. أكيد طبعاً يعني كثير من الدبلومات هاي تنضاف زي ما حكيت أخوي للتخصص. نعم. تساعد على يعني في بناء السيرة الذاتية للشخص. صحيح. شهادتين تكون عنده. نعم. وفي أثناء التقديم للوظيفة. صحيح لا شك. وأنت أيضاً نادين كيف لقيتي الإقبال؟ صراحة كثير، يعني أنا عندي اطلاع ببرات الجامعة طبعاً، أنا يعني عندي اطلاعات كثير على الدورات، كان كثير ما شاء الله العدد، الاقبال جدا جميل. طبعا نحن عرفنا كمان الدبلوم الثاني كان اكثر، يعني الدبلوم الاول اوريدي كان الاقبال عليه جدا كبير ما شاء الله كبير. تقريبا 40 بنت تقريبا، والدبلوم الثاني كمان كان اكثر. جميل. استاذ طارق بالنسبه لهذه الشهاده، طبعا الشهاده اللي هي الاساسيه بالتخصصات المعروفه عندكم معتمده على مستوى الدوله وايضا خارجيا، هذه الشهاده هل هي معتمده مثلا من وزاره التعليم العالي او هي فقط مرتبطه بالجامعه؟ نعم فقط مرتبطه بالجامعه. هي دورات ودبلومات مهنيه. جميل جدا. وليست أكاديمية، الأكاديمية التي تكون هي مرتبطة بأكيد في التعليم العالي. جميل جدا، نحن أكيد سعدنا بهذا اللقاء. وكلمة أخيرة أستاذة نادين حابة تختمين فيها. شكرا على استضافتكم أول شيء. نورتينا بوجودك، وبتمنى أنه البنات يلي هني ميك أب أرتست يتثقفوا بالميك أب كثقافة وكتأسيس، هيدا أهم شيء. وبتمنى حظ موفق لكل الطلبات يلي كانوا موجودين عنا، وإن شاء الله بشوفهم أجمل خبيرات تجميل بالوطن العربي.
وأشكرك أيضا طارق الحلواني مدير ومسؤول الدورات التدريبية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. أنا يزعل بعد يقول ما خلي نورتنا. وكلمة أخيرة لك. لا تفضل أكيد كلمة أخيرة لك. اسمحي أنا بشكر نادين طبعا أول شيء وبنشكر قناة الفجيرة على استضافتكم الرائعة ونشكر إدارة جامعة عجمان ممثلة برئيس مجلس الإدارة اسمه الشيخ أحمد النعيمي حفظه الله. الله يحفظ الشيوخ الأمارات جميعا طبعا. آمين يا رب العالمين. أنا بحب أقول لجميع الموظفين المؤسسات والوزارات جميع الأفراد والأشخاص اللي يحبون يشاركون في دورات تدريبية ودبلومات مهنية تفيدهم في تخصصاتهم وعملهم جامعة عجمان جامعتكم وأهلا وسهلا فيكم. مفتوحة حياكم الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا للأستاذ نادين محمد خبير التجميل والأستاذ طارق الحلواني مسؤول الدورات التدريبية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. نحن سعدنا جدا بلقائكم. شكرا نورتونا. وأكيد مع فقرة الجمال وصلنا للختام. أكيد يعني ختمها جمال. أختم أنت اليوم مرة. اليوم الشباب أولا مو بالنساء أولا. متعودين دائما نقول ختامها مسك وأنتم ختامها مسك وجمال. سعدنا أكيد فيكم مع هذه الفقرة مشاهدين وصلنا وياكم للختام. نلقاهم إن شاء الله. إن شاء الله. متى باكر إن شاء الله. باكر إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت الإمارات. ولا تنسوا مشاهدينا كل شخص فينا عنده رسالة في هذه الحياة ما خلقنا عبثا. كونوا صناع أمل وابحثوا عن رسالتكم في هذه الحياة. تصبحون على ألف خير. في أمان الله.